بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة قصة من حياة الصحابة، قصة من تاريخنا، قصة رائعة عن الأخلاق. الأخلاق اللي احنا محتاجينها عشان نعيش في أمان: الوفاء بالوعد، الرحمة، الشهامة، العفو، الخير، العطاء، الرحمة الإنسانية. إحنا محتاجين عشان نحس بالأمان، عشان يبقى مجتمعنا جميل، محتاجين نعيش بالمعاني دي. قصة النهاردة قصة في عهد عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين. إيه اللي حصل؟ ثلاث شباب أقوياء كده جايين مسكين راجل شكله كده بدوي راعي غنم، جايبينه ورايحين بيه لسيدنا عمر بن الخطاب. الراجل ده قتل أبونا، قيم عليه الحد يا أمير المؤمنين. إيه الموضوع؟ جابوا سيدنا عمر بن الخطاب: انت يا جدع انت قتلت ابوهم؟ قال له: ايوه قتلته. اعترف اعتراف كامل. قتلته ليه؟ قال له: ابوهم خد الجمل بتاعه ودخل في المنطقه الارضي اللي برعى فيها غنمي، الجمل بتاعه اكل من الشجره ومن الشجر اللي موجود في الغيط بتاعي وفي ارض الرعي بتاعتي. اتخانقت معاه كلمه مني كلمه منه، مسكت حجر خبطته فيه، ما كنتش اقصد اقتله، وقع ميت. فعمر بن الخطاب قال له: إذن أنت بتعترف أن أنت قتلته، يقام عليك الحد. فالراجل قال له: يا أمير المؤمنين، لو حتقيم علي الحد أمهلني 3 أيام، عندي ولاد هيجوعوا من غيري، وفي دين على واحد ليا، خلينا أروح أجيب الدين بتاعي وأدي الفلوس لعيالي ووعدك آجي تقيم علي الحد. حد يصدق الكلام ده؟ فسيدنا عمر الخطاب نظر له كده وقال له: هل لك من ضامن؟ مين يضمنك؟ أضمن من إنك ترجع لي. وإذا بالمفاجأة سيدنا أبو ذر الغفاري يرفع إيده: أنا أضمنه يا أمير المؤمنين. عمر الخطاب بص لأبو ذر: يا أبو ذر، هل تعلم معنى ما تقول؟ إذا لم يرجع الرجل أنت الذي سيقام عليك الحد، مش أنت الضامن بتاعه؟ قال: أنا أضمنه يا أمير المؤمنين. هو أنت تعرفه؟ قال: لا أعرفه. طب إزاي بتضمنه؟ فقال: أنا أضمنه يا أمير المؤمنين. عايز إيه؟ أنا بضمنه. فنظر عمر الخطاب للولاد الثلاثة، قال: تقبلون أن يضمنه أبو ذر؟ قالوا: نعم نضمنه، أبو ذر طبعا مضمون لدينا. راح الراجل، وإذا بالمفاجأة الراجل راجع بعد 3 أيام. فعمر بن الخطاب سأله، قال: لماذا رجعت؟ كان يمكن ألا تعود. قال: يا أمير المؤمنين، خفت أن يضيع الوفاء بالوعد بين الناس فيفسد الناس، خفت على المجتمع، يحسن أنا لو ما جيتش ما عادش حد تاني بعد كده يصدق وعد حد بيقول كلمة، رجعت عشان الوفاء بالوعد. فعمر بن الخطاب أنباصص لأبو ذر، قال: وأنت يا أبا ذر لما ضمنته؟ قال: أمير المؤمنين، خفت أن تضيع الشهامة بين الناس، خفت أن تضيع المروءة بين الناس فيفسد الناس، ما عادش حد يبقى شهم، فضمنته. فالولاد لما سمعوا كده قالوا: ونحن عفونا يا أمير المؤمنين، احنا عارفين يدفع الدية ومش عايزين يقتل. فقال: ولما تفعلون ذلك؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، نخاف أن يضيع العفو بين الناس. فبكى عمر بن الخطاب، قال: إذا عاش الوفاء بالوعد، وإذا عاشت المروءة، وإذا عاش العفو، عاش الناس. الله الله على التاريخ بتاعنا، الله على المعاني الجميلة. وإحنا كمان خايفين على أولادنا من بعدينا تضيع الشهامة، عشان كده لازم نبقى عندنا شهامة. وإحنا كمان خايفين على أولادنا من بعدينا يضيع الوفاء بالوعد، عشان كده لازم نوفي بوعودنا، عشان كده لازم يبقى عندنا رحمة، عشان كده لازم ننشر الخير عشان أولادنا، عشان العالم اللي إحنا عايشين فيه. بسمة أمل للخير، بسمة أمل للوفاء بالوعد، بسمة أمل للرحمة، بسمة أمل لتاريخنا الجميل. شكراً، والسلام عليكم ورحمة الله.